الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية عمار الكحل بأن الاجتماع الذي انعقد يوم 5 ديسمبر الحالي بين الاتحادية ووزير الصحة عبد الملك بوضياف قد خلص باتفاق الطرفين حول بعض المطالب الاتحادية، وهذا كتسوية وضعية المتعاقدين للمناصب العليا لسلك الطب وكذلك ترقية الممرضين، إضافة إلى تسديد كل المخالفات المالية لموظفي الصحة. سيد أحمد دهديبل، حصلنا على تسوية العمال المتعاقدين والمؤقتين بالجزء الكامل عوض توقيت الجزئي، والمقدر عددهم 24500 موظف، إضافة إلى تسوية أو ترقية الممرضين المؤهلين إلى ممرض حاصل على شهادة دولة، وهذا قبل 20 ديسمبر 2013، والمقدر عددهم بحوالي 16000 ممرض، إضافة إلى تسوية المناصب العليا للسلك الشبه طبي والقابلات وأعوان التخدير والإنعاش، وهذا قبل نهاية شهر ديسمبر 2013. كذلك راسل وزير الصحة جميع المؤسسات الصحية لتسديد كل المخلفات المالية لموظفي الصحة. كما قال رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية أن النقاط التي لم يتم الاتفاق عليها على غرار منحة خطر العدوى ومنحة المنطقة، بالإضافة إلى تسوية وضعية الأسلاك المشتركة، تبقى الاتحادية مستمرة في المطالبة بها إلى غاية تسوية كل الانشغالات المطروحة. منحة خطر العدوى هي اللي دارت فتنة ودارت ضجة في أوساط مستخدمي الصحة، تلاقينا عدة لقاءات عليها، إلا أننا بالنسبة للاتحادية ما زالت عالقة. حنا طلبنا تعميمها وتتمينها على جميع مستخدمي الصحة، كذلك بالنسبة لمنحة المنطقة بريم دو زون نفس الشيء للعمال الجنوب، حنا نطلبوا يعموها عليهم. الوزير تعهد باللي تسوية وضعية الأسلاك المشتركة نخليوها احنا بالنسبة لنا كنقابة مطلبية في يده، لعل في اللقاء اللي جاي نلقوا رد عليها. أكد رئيس نقابة القضاة جمال عيدوني حول ملف قانون العقوبات، أكد بأن القضاة ينطقون ويطبقون حكم الإعدام دما منصوص عليه في القانون، وأضاف نفس المتحدث بأن تنفيذه يبقى على عاتق السلطة التنفيذية وهو أمر يتجاوز صلاحيات القاضي. فيما يخصنا نطبق الإعدام دام مصوص عليه في القانون، ماناش ما نطبقوش، بقى التنفيذ تتجاوز حنا صلاحيتنا ما نتكلموش عليه، السلطة التنفيذية هي المؤهلة قانونا في تنفيذ عقوبة الإعدام. إذا كان القانون يتكلم على الإعدام حنا نطبق الإعدام وننطق به في الحكم. كما كشف ذات المتحدث أن هناك 6 قضاة أحيلوا على المجلس التأديبي بسبب ارتكابهم أخطاء مهنية مختلفة. كاين 6 قضاة فاتوا امام مجلس تأديبي وفيه اللي براءتهم وفيه اللي هي اخطاء مهنيه، ماهيش خطا مهني بسيط، وبالتالي لهذا المجلس ما تمش معاقبتهم، ومنهم من حصل على البراءه. تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرتي المناعة في ولاية غردايا تمكنت من اكتشاف مزرعة للقنب الهندي بها 58 شجيرة وكذلك 2 كيلوغرام من القنب الهندي، بذور القنب الهندي بمنطقة البكريات على بعد 3 كيلومتر من مقر دائرتي المناعة، حيث تم توقيف عدد من المتهمين في القضية من بينهم 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 42 سنة. وبسيدي بلعباس أيضا أحبطت مفتشية أقسام الجمارك لابن بديس محاولة تهريب شحنة ضخمة من الكيف المعالج، قدرتها مصادر تلفزيون النهار بحوالي 100 قنطار كانت مخبأة داخل مخزنين لشاحنة، وتم في نفس العملية توقيف بارونين ينحدران من منطقة صبرة في تلمسان. تتجه المملكة المغربية بخطى ثابتة نحو تقنين إنتاج المخدرات في ظل تزايد ضغوط برلمانيين مغاربة إلى حكومة بن كيران لإقرار قانون خاص ينظم زراعة القنب الهندي. محمود حمر والتفاصيل. ارتفعت الأصوات المغربية المطالبة بتقنين إنتاج المخدرات بشتى أنواعها،
وبيعها للعالم على أساس أنها تجارة عادية ومربحة. الغريب في الأمر أن هذه الأصوات جاءت من طرف نواب البرلمان الذين يمثلون الشعب، أين طلبوا حكومة بن كيران إلى إقرار قوانين جديدة تضمن لكل المزارعين حقهم في المتاجرة وبدون متابعات قضائية وأمنية، لأن زراعة القنب الهندي في المغرب تقتات منها مناطق بأكملها حيث قدر عددهم بمليوني نسمة. مساعي النواب البرلماني متواصلة بخصوص إنشاء تعاونات فلاحية تضم المزارعين لهذه المادة وإدخال زراعة الحشيش ضمن خطة المخطط الأخضر لوزارة الفلاحة المغربية. وحسب دراسة أنجزتها وكالة إنعاش وتنمية الشمال التابعة لرئاسة الحكومة المغربية، فإن الإحصائيات تشير إلى أن 80% من مزارع القنب الهندي المسقية تنتج 1821 كيلوغرام من القنب الخام في الهكتار سنويا. للإشارة، فقد بلغ الإنتاج السنوي للقنب الهندي الخام حسب المعطيات الرسمية 53300 طن سنويا. تواطؤ مسؤولين مغاربة كبار في تجارة المخدرات يطرح العديد من التساؤلات حول أجندة الرباط في إغراق الجزائر ودول أخرى بالسموم. نظم المسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطرزي بالعاصمة وقفة تكريمية للشاعر الراحل المصري أحمد فؤاد نجم الذي توفي هذا الأسبوع، وذلك بحضور مجموعة من أصدقائه الذين تحدثوا عن علاقة الشاعر بالجزائر. التفاصيل مع زهيدة ثابت. أحب الجزائر كسائر الثوار سواء في السياسة أو في الأدب أو في الثقافة. جاء أحمد فؤاد نجم، لم تكن هناك أرض ربما بعيدا عن مصر أقرب إلى قلبه كالجزائر، لأنه كان دائما يرى فيها الرموز السياسية الكبيرة. الشاعر أحمد فؤاد نجم عندما خرج من سجون السادات مباشرة اختار بدل باريس، اختار أن ينفى في الجزائر أو يأتي إلى الجزائر، وفعلا حضر الجزائر فاحتضنته الجزائر وتعرف على مثقفيها مثل طاهر وطار، كاتب ياسين، الطاهر بن عيشة وغيرهم. ونختم الحصاد بشيء من الفن، حيث يعتبر الرسم على الماء من الفنون الحديثة في عالم الرسم، وهناك العديد من المواطنين لا يعرفون مقوماته ويعتقدون أنه سحر يندرج ضمن إطار ألعاب الخفاء. إن الرسم بهذا الأسلوب إيمان يحتاج إلى مواد مختلفة ويطلق عليه اسم فن الإبرو، وهو من أصول تركية. نتابع التفاصيل في موضوع نسيم الوفي ومحمد شوقي علاك. فن الرسم على الماء أحد الفنون الشعبية الشهيرة في تركيا، يعرف باسم فن إبرو الذي ينتج لوحات تشبه أشكال الرخام، وهو تقليد للفن الإسلامي الذي بدأ منذ القرن 15 ميلادي. هو فن تقليدي في تركيا بدأ منذ أكثر من 500 سنة، كان في الأصل يرسم على الأوراق، أما الآن أصبح من الممكن الرسم على السيراميك، الزجاج والماء. تيموتشين تانارسلان فنان تركي ولد بمدينة إسطنبول، اكتسب هذه الموهبة منذ سن 11 حيث استطاع أن يصنع لنفسه سمعة عالمية بطريقته الخاصة. بدأت هذا الفن منذ أن كان عمري 11 سنة حيث ورثته من العائلة، ونحن هنا في الجزائر بهدف التعريف بفن الرسم على الماء. فرشاة مصنوعة من ذيل الحصان، إبرة وورق ممتص للماء والطلاء، هي أدوات بسيطة يستخدمها هذا الفنان التركي لتشكيل لوحاته الفنية المنبعثة من أصالة الإمبراطورية العثمانية المستمدة من الفن التشكيلي الإسلامي. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام حصاد النهار، وإليكم إعادة للعناوين. المساعدون التربويون يقاطعون امتحانات مشرف تربية ويطالبون الوصارة بوضع نظام ترقية عادل. الأمين العام للأفلان يطالب بتعديل الدستور قبل الرئاسيات، وتجمع عمل الجزائر يشرع في حملة العهدة الرابعة. بعد ارتفاع أسعار البقوليات بشكل كبير في الأسواق، المواطنون يقبلون على انعقاد بيع ديوان الحبوب نظراً للأسعار المعقولة.
وفي الحصاد تابعت معنا الانعكاسات السلبية على صحة الجزائريين بعد تزايد استهلاكهم للأقراص المنومة. مشاهدينا شكرا لكم على طيب الإصغاء والمتابعة. تقبلوا تحية الفريق الصحفي والتقني وتحية أنا إيمان عباي وزميلي محمد بصا. السلام عليكم. في أمان الله.